أم هلا رح نروح على مساحتنا التالية، فرح يمكن في كثير من الأشخاص خلال هاي الفترة سمعنا أنه ممكن يكون تعرض لعملية نصب أو احتيال، إما ببيع عقار أو حتى ببيع سيارة. طبعا رح نحكي اليوم عن طبعا هذا الموضوع وكيف ممكن تنباع سيارة أو عقار لنفس الشخص بنفس الوقت، ونضوي على هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الأستاذ أحمد دابول. أستاذ صباحك وأهلا وسهلا. صباحكم الخير يا هلا. صباح الخير مرة ثانية أستاذ أحمد، وعم نحكي عن مشكلة يمكن سمعناها كثير أو بنسمعها كثير بحياتنا اليومية، سيارة انباعت لأكثر من شخص، عقارا ما كمان لأكثر من شخص، قد إيه بتواجهوا فعلا هي المشكلة وكيف ممكن تتم؟ هلا مبدئيا القصص هي زادت بالاونه الاخيره خلال سنوات الحرب بسبب يعني اول شيء وجود مناطق ساخنه سيطرت عليها المجموعات الارهابيه، ما ضل في مناطق كاتب عدل، محاكم في مناطق اللي كانت تحت سيطره الارهابيين. لكن من حيث المبدا نحن فينا نجابي هالمشكله هي كلياتها. نحن لما بنرجع للقانون السوري اللي حدد اول شيء شو هو البيع، كيف اليه البيع، كيف بيتم البيع، كيف بيضمن المشتري حقه والبائع حقه، يعني بالنهايه هو حق للطرفين. يعني احنا اذا بنرجع للقانون المدني السوري اللي بالماده 386 منه اللي هو عرف البيع انه هو عقد فيما بين البائع والشاري، يلتزم فيه البائع باداء حق او نقل ملكيه شيء او حق مالي اخر الى الشاري مقابل ثمن معين محدد القيمه. هون في عندنا شروط لعقد البيع وحقوق له للبائع وحقوق للشاري. حق البائع هو بقبض الثمن وحق الشاري هو في استلام الشيء المبيع. نحن اللي لاحظناه خلال الفترة هي هي طبعا موجودة سابقا لكن زادت بسبب الفوضى اللي صارت، بسبب ضياع سجلات، بسبب العديد من المشاكل القانونية اللي طرقت خلال الفترة الأخيرة. لكن نحن لما بدنا نضمن حق سواء البائع أو الشاري بيتم حصريا عبر توثيقه أمام الموظف الرسمي اللي هو أمام مكتب التوثيق العقاري أو أمام الكاتب العدل. ممكن يتم دفع رعبون اللي هو عبارة عن إضفاء صفة تعاقد بشكل نهائي، عدم الرجوع عن التعاقد في حال عدم إيفاء أحد الفريقين بالتزاماته أن يقبض تعويض عن هذا الفسخ أو عدم الإيفاء بالالتزامات. لكن بالمجمل إحنا فينا نضمن حق البائع أو المشتري هو بتوثيقه أمام موظف رسمي، أن لا يكون عقد البيع هو فقط عقد عادي. نحن عندنا بالقانون السوري تصنف الأسناد في تصنيف قانوني للأسناد، في عندنا أسناد رسمية وأسناد عادية. الأسناد الرسمية هي الأسناد التي تنظم أمام موظف رسمي، فنحن أي عملية بيع نحن نتفادى فيها المشاكل نحن نتم عقدها أمام موظف رسمي أو أمام مكتب التوثيق العقاري. طيب خلينا نحكي أكثر كمان اليوم أستاذ، يعني كثير من الحالات عم نشوفها حاليا عم تستخدم أدوات ووسائل مختلفة لحتى تقوم بهي عملية النصب، كيف ممكن يضمن الشخص حقه ويقدر يعرف أنه أنا القانون حاميني بهذا الموضوع؟ هلأ بالمنحة هذا للأسف نحن عندنا ضعف قانوني ضعف قانون او جهل بالقانون، لانه اي شخص عم بيقول لك انا انباع البيت لي مرتين عم بيقول هذا نصب علي او احتال علي، صار في عمليه نصب واحتيال منصوص عليها بقانون العقوبات. لكن هون المفارق انه هذا لا يعتبر نصب واحتيال. القانون العقوبات ماده 141 242 43 نص شو هي شروط وحدد عده شروط، انه خمس شروط لجرم النصب والاحتيال. لكن بالاجتهادات العامه للهيئه العامه لمحكمه النقد واجتهادات محكمه النقد الغرفه الجزائيه نصت بانه مجرد وجود المبيع باسم الشخص لو باعوا لأكثر من شخص ما دام لم يتم نقله في السجلات الرسمية في السجل العقاري في السجل المؤقت لا يعتبر نصب احتيال. انه انا مالك طالما انا ايمت بيعتبر نصب احتيال؟ لما انا ببيع شيء مو لي، لما انا بعرض عليك مثلا انا عندي هالبيت هذا على اوتوستراد المزق وانا بدي بيعك يا وانت وثقتي فيني واشتريتي البيت هو المانو باسمي بالاساس، هون فينا ندخل احد شروط جريمه النصب والاحتيال. لكن انا اذا كان البيت فعلا باسمي قد اكون انا فعلا بايعه لشخص اخر بموجب وكالي، قد تكون بايعه لشخص اخر بموجب حكم محكمي، لكن لا تنطبق عليه شروط النصب والاحتيال طالما انه المنزل لا زال قيدا اي في السجل العقاري في المصالح العقاريه لا زال باسمي انا. هلا هون في عيد ممكن يكون جرائم اخرى، ممكن يكون بيع ملك الغير، ممكن يكون اي قصه لكن يخرج من طور النصب والاحتيال. لكن النصب والاحتيال هو محدد بالقانون. احنا عندنا عده شروط، من استخدم ظرف كاذب، من استخدم ظرف، من استخدم شخص، استخدم الدسائس والوسائل الاحتياليه لايقاع بشخص اخر والاحتيال عليه والاستيلاء على امواله. هون في عندنا شروط معينه، احنا ما ندخل بموضوع جرم النصب والاحتيال عم نحكي عن، لكن هون المفارق انه اي شخص عم يبيع شخص مرتين عم يعتبره نصب واحتيال، لكن هو هون الضحيه انه مو نصب واحتيال، هو عده جرائم اخرى قد تكون مدنيه ما فيها مؤيد جزائي اللي هو الحبس.
لهالسبب هذا الشيء اللي بيضمن للشخص حقه. انا اشتريت بيت اكيد ممكن يكون اول شيء عن طريق الوساطه العقاريه او عن طريق معارف او عن طريق ممكن انا ساوي عقد بيني وبينه، لكن لا يتم دفع الثمن بشكل كامل واعتبروا انا هذا عقد البيع خلص انا صار البيت الي. لا، حتى لو انه سلمني اياه للبيت، الحيازي هون باعتباره موجود في السجل العقاري وضمن المناطق المحدده والمحرره تنظيميا، لا تعتبر الحيازي هون هي سند ملكيه. يجب ان يتم الفراغ والتسجيل امام الجهات الرسميه اللي هو مكتب التوثيق العقاري. استاذ احمد، اذا بنقول شخصين يمكن تعرضوا لعمليه النصب هي اللي يعني احنا عم نحكي عنها، الاولويه في حال اللجوء للقضاء لمين بتكون ملكيه العقار؟ هلا نحن في عندنا قاعده قانونيه بتقول صاحب الاشاره الاسبق في القيد العقاري هو صاحب حق الافضليه، لكن هون نحن عندنا قد يكون معرض لعده اشارات. دائما الاشاره الاسبق هو يعتبر يعني حسنيه، لانه يفترض بالقاعده القانونيه كما عندنا بتقول لا جهاله في القانون، يفترض بالشخص لما انا عم اشتري منزل او عم اشتري ارض او عم اشتري سياره بدايه انه انا اكشف على هالشيء المشترك، انه انا اطلع بيان قيد عقاري. هذا يغيب عن اذهان الناس تماما. هون وهي الفرق، لما انا بساوي هالعقد امام مثلا كاتب عدل، امام محامي، امام مكتب، انا فيني اطلع عليه اطلاع نافي للجهاله، اللي هي احد شروط عقد البيع، انه انا اكون مطلع على المبيع اطلاع نافي للجهاله، انا بعرفه، بعرف عيوبه، بعرف ايجابياته. لما انا بدي اشتري مثلا منزل، انا اول شيء بعمله انا طلع بيان قيد عقاري له، لا اعرف هذا سواء من السجل المؤقت، من الاسكان، من الدائره التابعه له، طلع بعرف انا في عليه اشارات، قد تكون الاشارات هي كيديه من شخص اخر، لكن قد تكون الاشارات حقيقيه ويكون المالك قد باع المنزل او العقار لعده اشخاص فعلا. فانا اول شيء بعرف شو وضع الاشاره، طلع محضر عقد الاشاره، هل هي فعلا اشاره منتجه وذات قوه قانونيه ومؤيده باثباتات ودلائل واسناد رسميه ام لا؟ لانه في عندنا كثير ممكن يكون وضع اشاره دعوه بموجب عقد بيع شفهي، ممكن يكون وضع اشاره دعوه بموجب عقد بيع عادي، ممكن يكون وضع اشاره دعوه لاي سبب إن كان، لحجز، لتسديد دين، لسند امانه، لحجز، ممكن يكون في فسخ تسجيل لو انا كان العقار باسم الشخص المالك، لكن يكون عليه رفع مرفوع عليه دعوه فسخ تسجيل، اللي هي تنتقل ملكيه العقار بشكل كامل الى شخص اخر. لهيك لما انا بدي اعرف انا كيف انا هذا الشيء المشترك، العقار المشترك، المركب المشترك، هل هو شيء فعلا صالح للشراء ولا يوجد اي مشاكل يدخلني فيها ما بعد؟ انا اول شيء بستخرج السند الاساسي لهذا الشيء وبستكشف انا هل هو يوجد عده مشاكل قانونيه عليه او لا. طيب استاذ، حضرتك حكيت عن الاشاره انه ممكن يكون البيت عليه اشاره حتى من قبل الشاري الجديد، بيقدر يعمل شيء اسمه اشاره رهن؟ شو هي اشاره الرهن؟ كيف بيقدر يعملها لحتى يضمن حقه بالبيت لبين ما طبعا يتم الاجراءات الباقيه من فراغ المنزل بشكل قانوني؟ هلا مبدئيا احنا عندنا عده اشارات موجوده بالقانون، تبدا باشاره الدعوه، لاشاره حجز احتياطي، لاشاره رهن، لاشاره رهن حيازي، لاشاره حجز تنفيذي، ممكن تقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي. كل اشاره من هذول هي موضوع بحث قانوني منفصل كامل الى قوه ثبوتيه في القانون. لكن نحن إشارة الدعوة أو الإشارة، خلينا نسموه إشارة، يعني إشارة الدعوة هي شيء والحجز أو الرهن هو شيء آخر، خلينا نسمي الإشارة الموضوع على أيا كان نوعها، هي تعرض حق الشاري إلى الغبن أو إلى الانتقاص منه كونه يوجد حق مالي آخر لشخص آخر على هذا الشيء المباع أيا كان هذا الشيء. للتأكد أنا من سلامة الشيء المباع ومن سلامة أنا الشراء لي بدون أن يدخلني في مشاكل قضائية وقانونية قد تؤدي إلى هدر حقوقي أنا، اني انا اقوم بهالشيء هذا مثل ما حكيت قبل شوي، استخرج الشيء الاساسي له. يعني لما انا عم ينباع العقار او سياره لعدة اشخاص على سبيل المثال، انا هون عم كون امام تنازع على الشيء المباع ما بين شخصين او اكثر، طبعا صاحب حق الافضليه هو صاحب الاشاره الاسبق اللي قام بالدرجه الاولى، لكن خلينا نحكي نحن الفرضيه الثانيه اللي حضرتك طرحتيها، انا فلنقل واحد اشترى وحط اشاره اول شيء انت اقترحتي، طيب انا فلنقل انا اشتريت اول شيء ودفعت كامل الثمن ومعي وكاله، لك انا ضامن حقي بسبب جهالي بالقانون الضعف القانوني، واشترى شخص اخر بالتواطؤ مع البائع وحط اشاره قبلي رغم انه انا الاحق الاحقيه اللي وضع اشاره بالقانون الحقيقي لوضع الاشاره، لكن الوضع خلينا نسميه الاخلاقي والوضع الصحيح هو لو انا مشتري سابقا ومعي انا سنه توكيد. طبعا هون بصير في منازعه قضائيه، القاضي هو اللي بقرر بموجب السلطة التقديرية له وبموجب الإثباتات والدلائل التي تبرز أمامه في المحكمة. يعني أنا كشخص أنا شاري أول لكن إشارتي ثانية، أنا بدي أثبت أنه من تاريخ عقد الشراء، من تاريخ المصالحة عليه في مديرية المالية، أثبت أنه أنا كان شرائي قبل صاحب الإشارة الأولى، وأثبت أيضا أنه صار في تواطؤ ما بين المالك
والشاري الثاني. وهون كمان بصير الموضوع كان تزداد صعوبه في انه القاضي كيف يعني ممكن يكون احيانا الحالات اللي حكيت انا حدا يدعيها كمان بشكل متواطئ، يعني ممكن نرجع الحاله تبعك انت انه انا اكون الشاري الاول وجيب انا المالك، جيب حدا ثاني ارجع ساوي له عقد بيع تاريخ سابق عن الشاري الاول. يعني هون بترجع لهيك يعني كيف يعني في عدة إشكالات قانونية ممكن تصير، وخاصة إذا كان البائع يعني خارج عن القانون خلينا نسموه وخارج عن الأخلاق، اللي هو بس عم بيحصل مبلغ مادي دون ضمان حق الطرف الآخر. الأفضل أنه أنا لما بدي أشتري أي شيء بروح للدائرة اللي تابعة لي، سواء كان منزل بروح لدائرة المصالح العقارية، كانت مركبة بروح لوزارة النقل، لمديرية النقل تابعة لها، وأنا هونيك بفرق وبتأكد. لأنه للأسف حتى نحن لما عم نطلع بيان مثلا للمنزل بالمصالح العقارية بخلال فترة صار في كتير قصص تزوير، أحيانا عم يجي شخص عم بيقول له أخي تفضل هاي خراج غير عقاري فاضي ما عليه شيء، ما في أي إشارة، لكن أنا كيف بدي أتأكد منه؟ ما بأخذه من شخص، أنا بأخذ رقم العقار لأنه هي مباحة للجمهور، مباحة للعامة. لما أنا بطلع خراج قيد عقاري أو طلع بيان قيد مركبة أو طلع، أنا بروح لهوني بأخذ رقم العقار بطلعه أنا بشخصي من المديرية التابعة لها لأتأكد فعلا من سلامة وضعه القانوني. أستاذ أحمد، عم نحكي اليوم عن موضوع يمكن صار شائك بالفترة الأخيرة ومنتشر كتير كبير مثل ما حكينا، كيف بنقدر اليوم نتوجه للقضاء والقضاء يحصل لنا حقنا بطريقة صح؟ شو هي الخطوات أو الأوراق المطلوبة؟ شو هي فترة يمكن تجريم الشخص، فترة الحكم عليه قد ممكن توصل؟ القصص اللي عم نحكي فيها نحن هي قصص مدنية، تمام، اللي هي لا تخضع إلى مؤيد جزائي، إلى حبس أو اعتقال أو سجن أو ما فيها مؤيد، هي عبارة عن نزاع مدني. وفي نسبة 90% من القصص اللي عم يتم شخص بيع العقار لشخص أو اثنين أو ثلاثة عم يرفع معروض أمام النيابة العامة بجرم النصب والاحتيال، للأسف عم يكون قرار النيابة العامة التابعة للمحافظة هي تخلي عن الموضوع إلى القضاء المدني، لأن الموضوع ما له نزاع جزائي، ما له عملية نصب واحتيال مثل ما ذكرت بالبداية، هو موضوع مدني عم يتخلوا منه عن النظر بالدعوة إلى المحاكم المدنية. لما بنلجأ نحن بالمحاكم المدنية، الوثائق الأساسية هي الوثائق المبرمة بيني وبين الشخص بالدرجة الأولى، عقد البيع في حال كان وجوده، وكالة في حال كان وجوده، في حال لم يوجد أي شيء من هدول فهو رح يكون لابد يكون في شهود على عملية البيع، على عملية الشراء، على الإيجاب والقبول اللي تم ما بين البائع والشاري، على دفع الثمن، إذا كان في إيصالات بنكية، إذا كان في حوالات مالية، هاي كلياتها بتلعب دور في تكوين قناعة القاضي حول الحق وصاحب الحق فيه. ولكن لما بيكون الشخص ذو موقف ضعيف بالقضاء قد يحكم القاضي بموجب الوثائق التي أبرزت أمامه رغم أنه هو صاحب حق، لكن يعني هو بيعث له الحق مثلا للشخص، بس الشخص اللي هو صاحب خلينا نقول صاحب المشكلة، صاحب هو اللي سبب هذا النزاع، مو يعني ما له هو فعلا شيء بالقضاء لحتى يمكن نردع باقي الناس مشان ما يقوموا بنفس التصرفات. هلا لك هلا ما نزاع. فهمت عليك. هلا عمليا ما في حدا بيروح لعند القاضي بيقول له انا بعت هذا الشخص وقبضت حقه ورحت لعند شخص ثاني وبعته، اكيد ما عنوانك خلص ما في داعي للدعوه بالاساس، بده يعترف ويقر بهالشيء هذا، لانه ما بتقول كل بل معظم القصص القضائيه والدعاوى القضائيه المنظوره امام المحاكم رح يكون في سبب في خلال بالالتزام من قبل البائع او من قبل الشاري. يعني البائع ممكن يتذرع انه انا بقالي مليون ليره من 20 مليون ما دفع عليها هون الشاري، اضطريت بيع لطرف اخر، وانا دائما عنده اعذار. كل شخص حتى لو ما كان عنده اعذار رح يختلق لنفسه الاعذار لارتكاب الجرائم هي، لكن بالنهايه هي مؤيد، هي لا يوجد الا مؤيد جزائي كونما عده قضايا هي تسمى مدنيه لا تتبع بمؤيد جزائي، المهم مثل الدعوة الجزائية سرقة قتل نصب واحتيال، هو ما في مؤيد جزائي، يحكم القاضي فقط باستعادة الحق إلى صاحب الحق، إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ممكن يحكم بتعويض عن الضرر الذي لحق بالشاري أو الشخص الذي تم المشكلة بخصوصه. طيب خلينا نحكي اليوم كمان قلنا ببداية حديثنا انه السيارات كمان عم بيصير فيها مشاكل، مو بس العقارات، ممكن شخص واغلب الناس بتشتري سيارة مو من شخص مباشر صاحب السيارة، عبر وسيط، عبر شركة مكتب، فكيف ممكن نعرف انه هي السيارة هي فعلا ما أنا منباع لأكثر من شخص؟ شو الإجراءات اللي لازم نعملها لما بدنا نروح نشتري سيارة مستعملة مو سيارة جديدة من شركة؟ هلا بالدرجة الأولى صار في تقديم عدة خدمات الحكومة السورية والحكومة الإلكترونية، اللي هو في الشخص بخصوص السيارة تحديدا اللي عم بحكي أنا، في الشخص اطلع على السيارة في حال وجود إشارات عبر موقع العام لوزارة النقل مديرية النقل، مجرد يضع رقم السيارة والمحافظة التابعة لها في يعرف هل السيارة هي مين اسم المالك، شو مواصفاتها، وهل يوجد إشارات عليها. هل ممكن
لنضمن نحكي الموضوع بشكل مجمل، ممكن يكون في عده مشاكل على السياره، هي ما بيتاكد منها الشخص الا بعد مراجعه مديريه النقل او المرور اللي راح يتم الفراغ فيها، لانه في شيء اسمه ضبط فحص. قد تكون السياره عامله حادث ومركب عليها قطعه مسروقه، قد تكون السيارة فيها قص مثلا، فيها مشاكل يعني فنية بالسيارة، هون ما حدا فيه يتأكد من وضع القانوني بالشكل السليم إلا عبر مديرية النقل اللي رح يتم الفراغ فيها، اللي هي بسموه في شيء اسمه ضبط فحص، لأن بيتأكدوا كل شخص له رقم تسلسلي لما بتدخل السيارة فيه على البلد بيكون رقم تسلسلي موجود، هذا الرقم مطابق للسيارة اللي دخلت أم لا. هو أحيانا ممكن تكون قطعة مثلا خربت أو عملت حادث، فهي بيجيبوا له قطعة لكن بشكل نظامي برقم متسلسل بتم مصالحة بالجمارك عليه، لكن حتى الشخص يضمن أنه أنا عم اشتري سيارة ما عليها مشاكل بده يراجع المديرية التابعة لها ويتأكد هل يوجد إشارات، هل أنا الشخص اللي عم يبيعني السيارة هل هو المالك ولا هو شخص آخر وسيط؟ في حال لم يكن المالك هل يوجد لديه وكالة نظامية؟ في حال أبرز له وكالة، براجع أنا الكاتب العدل التي تم تنظيم الوكالة لديه، هل الوكالة فعلا حقيقية أم هي وكالة مزورة؟ هل هي وكالة من شخص إلى شخص؟ وحاليا أحد الأمور الإيجابية اللي كمان صارت عندنا، صار في حال شخص عم يساوي وكالة لبيع السيارة عم تنحط بأسفل، هي مو إشارة عم تجي لكن ملاحظة عم تنحط ببيان قيد المركبة أنه يوجد إشارة على السيارة لصالح فلان الفلاني، أنه فيها وكالة السيارة يتأكد منها. لكن الأمور النهائية اللي هي بتكون خلينا نسميها احنا المصفاية اللي ببين فيها كل القصص، هي لما بروح انا بدي افرغ السيارة انا بمديرية النقل اللي بعرف هل يوجد اشارات، هل هو المالك الصحيح، هل هي السيارة مطابقة للمواصفات اللي اعطاني اياها المالك، هون بتأكد انه عملية البيع تمت بشكل سليم 100%. بعض الاشخاص يمكن بيشوفوا انه الاكتفاء بوجود شهود وعقد مبدئي بين بعضهم كان كافي لضمان الحق، خلينا نوضح هي النقطة يلي كمان سمعنا عنها كثير. مثل ما حكيت قبل شوي، نحن عندنا شيء بالقانون اسمه القوة الثبوتية أو الأسناد. الأسناد بالقانون أو القوة الثبوتية الإلزامية بالقانون لها عدة أشكال. أول شيء عندنا نحن الأسناد الرسمية. الأسناد الرسمية هي الأسناد التي نظمت أمام موظف رسمي مثل كاتب العدل، مثل الموظف اللي أمام بالمديرية النقل، مكتب التوثيق العقاري، هي أسناد رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير. المرتبة الثانية بتجي عندنا الأسناد العادية، هي الأسناد التي موقع من الأشخاص. بالمرتبة الثالثة ممكن تجي هي البينة الشخصية. البينة الشخصية اللي هي في تكملة أقول لك، خلينا نوقف عند البينة الشخصية. البينة الشخصية هي الشهود. يعني أنا لما أنا عم روح عم اشتري سيارة من شخص ومعي أنا 3-4 أشخاص، ما في هدول شهود، لكن لما بيجي شخص آخر معه عقد بيع يعتبر هو موقف القانوني أقوى مني أنا، لأنه معه عقد مكتوب. لما بيجي شخص معه عقد بيع وبيجي شخص معه وكالة منظمة أمام مكاتب العدل، موقفه القانوني أقوى من الشخص اللي معه عقد بيع فقط. لهيك الشهود هن يعني خليني ما بدي أقول ما له قوة ثبوتية، له قوة ثبوتية في القانون اللي هي تعتبر بينة الشخصية اللي ممكن يجي إليها القاضي للتأكد من صاحب الحق، لكن ما أنا هي الضامن للحق. حتى عقد البيع المكتوب ما هو الضامن للحق بالشكل الأمثل. الضامن للحق بالشكل الأمثل لأي عملية بيع أو شراء هو الموظف الرسمي اللي بيتم فيه تنظيم سند رسمي أمام موظف رسمي، سواء كاتب العدل أو مكتب التوثيق العقاري أو مديرية النقل. طيب أستاذ أحمد، يعني اليوم نحن حكينا عن مشكلة ممكن كتير مثل ما أنت قلت بسبب الحرب نشأت وصار في كتير أشخاص ممكن يتعرضوا لهي الحالات. بمعرض حديثك قلت أنه أنواع النصب والاحتيال بتختلف عن هذا الموضوع، ممكن نشير بشكل بسيط سريعا كيف بنعرف أنه هي حادثة نصب واحتيال وبيتم التعامل معها بالقانون؟ خليني أحكيها بشكل يعني مبسط. النصب والاحتيال اللي أنا بيع شيء مؤلي، يعني أنا بيعك بعطيك هلأ أسهم بالمطعم، طب انا مالي شيء فيه، بعطيك هالاسهم بهالسياره هي لك ظريفه وحلوه وبعطيك مواصفات وبغريك، بس هي ما انا لي هون. هي نصب الاحتيال ساعه اللي انا بدي استولي على اموالك بطريقه انت تعطيني اياها، مو عنوه، مو بطريق العنف، مو بطريق السرقه، انا عم انت عم تسلميني اموالك. احد عن تعريف النصب الاحتيال انك انت خليكي انت تسلميني اموالك بطريقه النصب والاحتيال عبر خداعك، عبر استخدام دسائس احتياليه، وسائل غش، وسائل تدليس، انه لك السياره حلوه هي انا مالكه، هي انا بعرف صاحبها، ممكن انا اجيبها، بجيب واحد ما عرفيه انا، ايه صح الاستاذ هو كان معه سياره، بدي استخدم وسائل مناورات، تسمى بالقانون مناورات احتياليه، انا بدي استخدم هون صار في عندنا جريمه نصب واحتيال. ساعه انا بستخدم ظرف انه ظرف حاجتك للسياره، ظرف انت حامله حادث لا قدر الله مثلا بالسياره لحتى اغريك انا بالسياره، هي ما انا لي، انا ما لي اي صفه فيها، لا صفه قانونيه ولا قريبه ولا بعيده، ما لي اي صفه قانونيه. انا غايتي الاساسيه هي اني استولي على اموالك بطريقه تسليم، تسلميني اياها انت برضاكي، لكن انت ما بتعرفي حقيقه الوضع
بشكل عام. انا عم اوهمك انه هي السياره لي، عم اوهمك انه هذا العقار لي، عم اوهمك انه انا قادر افتح لك مشروع، عم اوهمك انه قادر اجيب لك رخصه مثلا لاي مكان. هون بصير جريمه نصب واحتيال، لكن هي لا يوجد شيء فيها من الحقيقه. وقد يوجد شيء بعض اللي هي حددت الماده اللي هي استخدم ظرف انا، وانا ممكن اكون ابي كمحامي اقول لك انا فيني اجيب لك بيان سوي كمحامي وانت ما خرجت حقوق كوني محامي، استفدت من كوني كمحامي انا على سبيل المثال لقال لك انا فيني، هي تعتبر كمان نصب واحتيال اضافه الى عده جرائم اخرى، ممكن يكون صرف نفوذ، ممكن يكون اي قصه ثانيه. لكن بالمجمل النصب والاحتيال هي تسليمك انت النقود الي باستخدام وسائل والمناورات والدسائس الاحتياليه. نعم، يعني استاذ احمد كثير هذا الموضوع مهم، ولازم كل شخص يكون عنده درايه كافيه قبل ما يشتري عقار، قبل ما يشتري سياره. فكثير شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى فعلا الناس يشاوروا محامي او حتى يستشيروا شخص له فكر بهذا الموضوع ويقدر يساعده قبل ما يقوم باي خطوه ممكن يتعرض فيها بعدين للتسميه اللي ما بتحبها اساسا او هي المانه موصوفه فيها لعمليه نصب. فشكرا لك استاذ. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذ احمد عبول المحامي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى عن جد الناس تكون استفادت من هي الفقره او اعطيناهم هيك ارشادات بسيطه كيف ممكن يروحوا يبيعوا او يشتروا اي عقار من دون مشاكل. شكرا لك.